وفي بلاد الرافدين أطلقت قوات الأمن العراقية عمليات أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب غربي كركوك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني قوله إن قوات أمنية مشتركة انطلقت صباح اليوم بعمليات تمشيط واسعة في قرى ناحية الرياض جنوب غربي المحافظة، لافتا إلى أن العمليات تهدف لتطهير تلك القرى والمناطق من عناصر التنظيم.